بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحتاج لتنظيف أجسامنا من الشعر الزائد بشكل دوري للحصول على بشرة وإطلالة أنثوية، لكن صعوبة هذه المهمة مع الألم المصاحب لعملية نزع الشعر خاصة إذا كانت من الجذور تجعلنا نبحث عن حل فعال يساعد على التخفيف من نمو الشعر حتى يصبح أقل كثافة عن ذي قبل وينمو لنا بنسق بطيء. سأقدم في هذا الفيديو حلول منزلية تساعد على تخفيف نمو الشعر الزائد ولأطول وقت ممكن. هذا الفيديو المكون الرائع هنا هو الخل الأبيض. الخل الأبيض هنا سبق ووضعت بالقناة فيديو عنه، وكانت هذه الوصفة جد ناجحة والحمد لله، حيث يحتوي الخل الأبيض على الكثير من العناصر الطبيعية والمركبات الهامة التي تخفف من نمو الشعر الزائد وقدرة البصيلات على إنتاج المزيد من الشعر، وذلك بسبب هرمون الأستروجين. نبدأ بأول وصفة، هي أولاً عند الاستحمام نأخذ الخل الأبيض، ونأخذ كذلك هنا جال الاستحمام. جال الاستحمام، استخدمي أي نوع جال استحمام أو الشاور جال، جال دوش. غير متوفر عندك جال الاستحمام، يمكن تعويضه بأي شامبو تستخدمينه. هذه الوصفة أولا للجسم. نأخذ جال الاستحمام حوالي ملعقة طعام كبيرة، ونضيف عليها ملعقة طعام كبيرة من الخل الأبيض. يفضل هنا الخل الأبيض، غير متوفر عندك في البيت خل أبيض، يمكن استخدام خل التفاح في هذه الوصفة. نضيف ملعقة طعام كبيرة، صاحبات البشرة الحساسة أنصح بتخفيف الخل الأبيض بملعقة طعام كبيرة من الماء. نخلط المكونات جيدا مع بعضها البعض، ونقوم بدهن كل هذا المزيج على الجسم وأماكن تواجد الشعر، وبعدها نقوم باستخدام شفرة الحلاقة المعتادة لنزع الشعر. استخدمي النوع المعتاد، ونستخدم هذه الوصفة قلت للجسم، هي صالحة للحوامل والمرضعات وكل البنات من ترغب باستخدام هذه الوصفة يمكن استخدامها وبكل أمان. فقط أنصح بعمل اختبار تحسس أولا إذا كانت البشرة تتحسس من الخل. إذا كنت تستخدمي إزالة الشعر من الجذور بأي طريقة أخرى عدا الشفرة، يمكن عمل هذه الوصفة كذلك بعد إزالة الشعر، لا مانع أبدا في ذلك. بالنسبة للمناطق الحساسة لا نستخدم جال الاستحمام، وإنما نأخذ ملعقة طعام كبيرة من المبشور، مبشور صابون طبيعي. هنا يجب أن يكون صابون طبيعي، مثلا عندنا يمكن استخدام صابون الحجرة أو صابون الكف أو صابون الغار أو صابون زيت الزيتون في هذه المنطقة الحساسة. نضيف 2 ملاعق طعام كبيرة من الماء من أجل إذابة الصابون، هنا ماء عادي، 2 ملاعق طعام كبيرة مع ملعقة طعام من قلت صابون طبيعي، يجب أن يكون هنا الصابون طبيعي. نتركه إلى أن يذوب نهائيا.
بعدما يذوب الصابون نهائيا نضيف عليه ملعقة طعام كبيرة من الخل الأبيض، ملعقة طعام كبيرة من الخل الأبيض، ونخلط المكونات جيدا مع بعضها البعض، ونستخدم هذه الخلطة كدهان للمناطق الحساسة وبين الفخذين وكل أماكن تواجد الشعر في منطقة البيكيني، وبعدها نقوم بنزع الشعر بالطريقة العادية. هذه الوصفة كذلك تصلح للحوامل والمرضعات وكل البنات، من ترغب باستخدام هذه الوصفة يمكنها استخدامها وبكل أمان، أو يمكن بدل الصابون الطبيعي نستخدم ماء دافئ وغسول مطهر، أو هنالك كذلك جل لإزالة الشعر من جيلت اسمه بيكيني بروتكشن، هو من جيلت ولونه أزرق وغطاؤه وردي، إذا تحصلت عليه يمكن استخدامه على المنطقة لمدة دقيقتين وبعدها نستخدم الخل لإزالة الشعر من هذه المنطقة الحساسة. ثالث وصفة لدينا هي عبارة عن كريم نستخدمه بعد الاستحمام. بعد الاستحمام نقوم باستخدام هذا الكريم، والذي نحتاج إلى ملعقة طعام كبيرة من الخل الأبيض. دائما هنا الخل الأبيض المقدار هو ملعقة طعام كبيرة، ونضيف عليها 2 ملاعق طعام من الماء العادي، ماء عادي 2 ملاعق طعام. دائما نقوم بتخفيف الخل ونضيف عليه ملعقة شاي صغيرة من نشا الذرة، نشا الذرة أو الكورن فلاور أو بما تسمى بالمايزينا. نخلط المكونات جيدا مع بعضها البعض، يوضع هذا المزيج على نار هادئة جدا حتى الحصول على كريم الخل ممتاز لتخفيف نمو الشعر الزائد، ونتحصل على كريم الخل، كريم الخل رائع لتخفيف نمو الشعر. هناك إضافة أخرى ممكن إضافتها لزيادة فعالية هذا الكريم، وهي إضافة ملعقة شاي صغيرة من زيت السعد، يمكن أخذه جاهز من عند العطار أو يمكن عمله في البيت، والوصفة موجودة في القناة. نأخذ قطرات فقط من زيت السعد، قلت الوصفة موجودة في القناة يمكن تحضيرها في البيت أو أخذه جاهز من عند العطار. كذلك يمكن إضافة قطرات من زيت الترمس المر لهذا الكريم، قلت من أجل زيادة فعالية هذه الوصفة فقط، كما يمكن الاستغناء عن هذه الزيوت. ويحفظ هذا الكريم في أي برطمان ونستخدمه، قلت نقوم بدهن كل الأماكن التي قمنا بنزع الشعر منها، واستخدام أي وصفة من بين الوصفات ندهن كامل الجسم والمناطق الحساسة، يمكن المبيت بها حتى الصباح لا مانع أبدا في ذلك، أو يمكن تركها من 2 إلى 3 ساعات ونقوم بشطف الجسم والمناطق الحساسة من كريم الخل. ولدينا كذلك وصفة رائعة جدا وفعالة وسبق ووضعتها في القناة، وهي بالترمس المر. الترمس المر هنا معروف لدى الجميع، موجود عند العطار، اطلبي منه فقط الترمس المر، يجب أن يكون المر لأنه يوجد ترمس الحلو. نأخذ ملعقة شاي صغيرة من مطحون الترمس المر، ونضع عليه ملعقة طعام كبيرة من الخل الأبيض. هذه الوصفة تستخدم كذلك بديلة لكريم الخل، ونخلط المكونات جيدا مع بعضها البعض، نترك منقوع الترمس والخل الأبيض
لمدة ليلة كاملة، وبعدها نقوم بدهن الجسم به بعد نزع الشعر. هذه الوصفات هي آمنة للحوامل والمرضعات وكل البنات، يمكنهم استخدامها وبكل أمان، ولكن يجب عمل اختبار تحسس إذا كانت البشرة تتحسس من الخل. المرحلة الأخيرة هي مرحلة الترطيب لمن لديها جسم جاف أو بشرة جافة. نأخذ الجليسرين، ملعقة شاي صغيرة من الجليسرين. بديل الجليسرين هنا زيت لوز حلو أو زيت الزيتون، ونضع عليها كذلك ملعقة طعام كبيرة من الخل الأبيض. نخلط المكونات جيدا مع بعضها البعض، وبعدها نقوم بترطيب الجسم بهذه الوصفة. بالنسبة لوصفة الترمس يمكن استخدامها للوجه، ولكن يجب عمل اختبار تحسس. كريم الخل كذلك يمكن استخدامه للوجه، ولكن دائما يجب عمل اختبار تحسس. وكذلك وصفة الجليسرين الطبي مع الخل كذلك تصلح للوجه. بالنسبة لكريم الخل صلاحيته تدوم لمدة 3 أيام، يمكنك استخدامه بشكل يومي. كذلك وصفة الترمس مع الخل الأبيض يمكن استخدامها بشكل يومي بعد نزع الشعر وبأي طريقة أنت بالعادة تستخدمينها. لمن ترغب بوصفة لتفتيح المنطقة، نستخدم خلطة مكونة من زيت الورد مع زيت اللوز الحلو، أو زيت اللوز الحلو مع زيت جنين القمح، أو زيت اللوز الحلو مع زيت خروع بكميات متساوية، واستخدمينها كل يوم لترطيب المنطقة ونعومتها وتفتيحها كذلك بعد استخدام هذه الوصفات. بالأخير لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو مع باقي الأصدقاء كي تعم الفائدة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.